بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 140. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أصبت بمرض خطير منذ أن كان عمري 20 سنة، والآن أنا في 42، واحتسبت الأجر والصبر، فأرجو أن تحدثونا عن فضل الصبر والاحتساب لمن ابتلي وصبر بمثل هذه الأمراض الخطيرة مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر من أعظم أنواع العبادة وهو رأس الدين، فمن لا صبر له ليس له دين، لأنه يجزع ويتسخط لقدر الله وقضائه فيخسر دينه. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فالصبر رأس الدين، فمن لا صبر له لا دين له. ويقول رضي الله عنه: وجدنا خير أعمالنا بالصبر. المقادير لابد تجري، وليس للإنسان حيلة في دفعها، فعليه أن يرضى ويسلم. إن الله سبحانه وتعالى قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة عند هذه الآية: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، مع العلم بأنه إذا كان هناك علاج المرض فإنه يتعالج، وهذا لا ينافي الصبر، بل هو من الأخذ بالأسباب المباحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء لا أنزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. السائلة فضيلة الشيخ مرام تقول: توفيت أمي وأنا في صغري، والآن أنا أقوم بزيارتها في المغرة، هل يجوز لي ذلك؟ وما هو الدعاء الذي يصلها والأجر الذي يصلها مأجوري؟ هذا خطأ منك وهو محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، في رواية زائرات القبور. فأنت أخطأت في زيارة قبر أمك لأنك لم تسألي أهل العلم. اقتصري على فعل ما ورد أنه يفعل للأموات ويهدى إليهم، مثل الصدقة، أن تتصدقي عن أمك وتنوي ثواب الصدقة لها، أن تكثري من الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، أن تحجي عنها وتعتمري عنها. هذه الأعمال وردت الأحاديث في مشروعية فعلها وإهداء ثوابها للأموات، وما عدا ذلك فلا يهدى للأموات من الأعمال شيء، قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. أحسن الله إليكم. وردنا هذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول فيه السائل: هل ورد أن السلف والتابعين كانوا يحتفلون عند دخول رمضان؟ وما المشروع عند دخول أول ليلة من هذا الشهر الفضيل؟ وهل هناك دعاء معين لاستقبال الشهر؟ لم يكن السلف الصالح يحدثون احتفالا بمناسبة دخول شهر رمضان ولا بمناسبة ليلة القدر، وإنما كانوا يفرحون بدخول شهر رمضان ويبادرون بالأعمال الصالحة فيه، بالصيام والقيام والصدقات وتلاوة القرآن وغير ذلك. كانوا يستبشرون بدخول شهر رمضان من أجل العمل الصالح، لأن العمل فيه أفضل وهو مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. أما الاحتفال بالمناسبات فهذا لم يرد إلا في عيد الفطر وعيد الأضحى، فإن الله شرع لهذه الأمة عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن عيد الفطر بعد ركن من أركان الإسلام والصيام، والأضحى بعد ركن من أركان الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة. هذه هي المناسبة، ما عدا ذلك لا يحتفل لا بالحوادث ولا بالأيام ولا بالمناسبات. نعم. أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم له سؤال
سؤال عن نقل الفتوى الشرعية للآخرين، هل لها شروط وما الواجب في نقل الفتوى مأجورين؟ لا تنقل الفتوى لأنك قد لا تحسن نقلها، قد تكون الفتوى أيضا غير صحيحة نظرا لأن من قالها ليس من أهل الفتوى فلا تنقلها، ولكن وجه السائلين إلى العلماء. قال الله جل وعلا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. له فقرة أخرى يقول: من فاته الوتر ليلا هل يقضى؟ نعم، يستحب أن يقضى ما بين ارتفاع الشمس إلى وقت الظهر، إلى توسط الشمس في كبد السماء، في هذه الفترة يستحب قضاء الوتر مع شفعه. فإذا كان يوتر بثلاث يجعله أربع بتسليمتين، وإن كان يوتر بخمس ركعات يجعلها ستا بثلاث تسليمات، وهكذا. نعم. عبد الرحمن من حريم لا يقول: فضيلة الشيخ، ما هي القواعد والأصول الشرعية في التعامل مع الناس؟ التعامل مع الناس بالمباح، التعامل مع الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التعامل مع الناس بتعليم العلم النافع، التعامل مع الناس بالبيع والشراء الخاليين من الربا والغش والتدليس وغير ذلك، تعامل مع الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. الإنسان بحاجة إلى أن يتعامل مع الناس، وحتى الكفار المسلم يتعامل معهم بالبيع والشراء وتبادل المصالح الدنيوية، هذا من المعاملات المباحة مع المسلم ومع الكافر. نعم. يقول: ورد في مطلع حديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة، ما معنى ذلك؟ معناه واضح، أن كل مفصل من الإنسان فإنه عليه صدقة، أن يتصدق عنه بصدقة، لأنه نعمة من الله عز وجل يشكر الله عليها بأن يدفع صدقة. قال: وفي الإنسان 360 مفصل، كل مفصل عليه صدقة في كل يوم، لكن الله خفف عن عباده. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويجزي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الرحمن أيضا له فقرة أخرى يقول: هذا السؤال حيرني وأسأل عنه، وهو: أين يتواجد الجن وأين يدخل للإنسان، وما الفرق بين الجن والشياطين، هل هم سواء؟ أول شيء ليس لك مصلحة من هذا السؤال، ولكن بما أنك سألت نجيبك عن هذا. نقول: الجن يوجدون مع الناس لكن لا يرونهم، يوجدون مع الناس ولكن لا يرونهم، وقد يرونهم في صور مختلفة، تصورون صور الحيوانات بصور الحيات بصور الطيور، تصورون بصور مختلفة، وهم يصيبون الإنسان بالصرع أيضا، يصيبون الإنسان بالصرع. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهم يقدرون على مخالطة الإنسان وتخبيله وإمراضه بإذن الله سبحانه وتعالى إذا سلطهم عليه. فعلى المسلم أن يحافظ على أداء الفرائض الصلوات الخمس، يحافظ على الأذكار في الصباح والمساء والورد الشرعي في الصباح والمساء ليحتفظ منهم، خصوصا السور الثلاث: الإخلاص والمعوذتان في الأعوذ برب الفلق، فيها الاستعاذة من السحر من شر النفاثات في العقد، وفي سورة الناس: من شر حاسد إذا حسد ومن الحسد الإصابة بالعين. إذا حافظ على قراءة هذه السور في أول الصباح وفي أول المساء فإن هذا مما يعصمه الله به من الشرور الآفات ومن الشياطين والجن. والشيطان من الجن، الشياطين هم مردة الجن، الشياطين هم مردة الجن ورأسهم إبليس لعنه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل أستاذ السائل عن حكم من وجد الإمام في السجود، هل يدخل معه ينتظر جماعة أخرى؟ إذا جاء وهو في السجود في بعد الركعة الأخيرة في آخر الصلاة، فإن كان يعلم أن هناك أو يغلب على ظنه أن هناك جماعة وراءه يأتون ينتظرهم ويقيم الصلاة إذا سلم الإمام، ولا يقيمونها قبل تسليم الإمام. وإن كان لا يعلم أن هناك من يأتي ولا يغلب على ظنه ذلك، فإنه يدخل مع الإمام فيما أدرك من الصلاة ليحصل على الأجر أجر المتابعة، ويكمل صلاته بعدما يسلم الإمام، يأتي بصلاته بعدما يسلم الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول بأنها أم لثمانية أولاد، أعطت واحد منهم والأكبر مبلغا من المال لكي يتاجر به ويكون الربح مشتركا بينهم، ما حكم ذلك وهل هذا العمل جائز؟ نعم، هذا العمل جائز ومباح بالإجماع، وهذه مسألة المضاربة، أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر والربح بينهما على ما شرطاه، هذا جائز مع الوالد ومع غيره. نعم. أحسن الله إليكم. كيف يكون قبول الفتاة بالخاط وهي لا تعرفه وإنما يعرفه أبوها، فهل عليه أن يرفض إذا رفضت؟ نعم، إذا لم تقبل فلا تزوج بأحد لا ترضاه ولا تقبله، لا بد من رغبة
بذاتها، ولا بد أن يكون كفءا لها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والثيب تستأذن إذا أذنت يزوجها وليها، وكذلك البكر، البكر البالغة أيضا تستأذن، وإذنها صمتها كما في الحديث، فإذا صمتت فهي موافقة، وإن كانت دون التمييز فلوليها، فلأبيها خاصة، لأبيها خاصة إذا رأى المصلحة في تزويجها يزوجها، ويكون يقوم مقام الصغيرة في اختيار الكفء لها. وأما أنه يزوجها في هذه السن يحصل على طمع من ورائها، هذا حرام ولا يجوز ولا يصح العقل. لكن إذا اختار لها الكفء الصالح الذي يرى أنه من مصلحتها، إنه يزوجها به، كما زوج أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين، فعقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين. هذا دليل على جواز تزويج الصغيرة، تزويج القاصرات الذي ينكره الجهال الآن الذين يريدون أن يعرقلوا الزواج. فهذا أمر جائز بهذا الشرط، يكون العاقد عليها هو الأب، وأن يكون المصلحة لها في ذلك لا له هو. نعم. يقول هذا السائل: أصبت بمظلمة حيث ظلمني شخص، مظلمة أضرت بي وبأولادي وببيتي، هل يجوز لي أن أدعو عليه؟ إذا تحقق أنه ظلمك ودعوت عليه لك ذلك، ولكن الأولى أن تعفو عنه. قال الله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. بالنسبة للخشوع في الصلاة وعند قراءة القرآن، إذا لم يتأتى للشخص هل ينقص الأجر من صلاة المصلي وقراءة القرآن؟ نعم، الخشوع هو روح الصلاة، ولكن لو صلى بدون خشوع فصلاته صحيحة، لأن الخشوع شيء ليس بمقدوره، إنما هو شيء جعله الله جل وعلا في قلب المسلم، وله أسباب: أن يتدبر القرآن في الصلاة سواء منه أو من الإمام، أن يدخل فيها وهو مرتاح الفكر، لا يدخل فيها وهو مشوش الفكر بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، أو يصلي في مكان شديد البرودة أو شديد حرارة، هذه تمنع الخشوع أو تقلل منه. عليه أن يختار الحالة المناسبة، وعليه أن يتدبر القرآن الكريم إذا سمعه أو قرأه. وأما صلاته فهي صحيح، لأنه لم ينقص من شيء من أركانها ولا من شروطها ولا من واجباتها. نعم. يقول الشيخ: هذا السائل: من نسي دعاء الاستفتاح هل يلزمه سجود سهو؟ وأيضا فقرتي الثانية عن أنواع دعاء الاستفتاح، هل هو دعاء واحد؟ دعاء الاستفتاح مستحب، ومن ترك سنة من سنن الصلاة استحب له سجود السهو ولا يجب عليه. وأنواع دعاء الاستفتاح؟ أنواع دعاء الاستفتاح كثيرة، كما صحت بها الأحاديث، وأفضلها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، هذا هو أفضل أنواع الاستفتاح. نعم. حكم الجهر بالأذكار دبر الصلوات المفروضة؟ نعم، الجهر بالتهليلات العشر بعد الصلوات المفروضة سنة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما كنا نعرف انتهاء الصلاة لا إذا سمعنا التكبير، يعني تهليلات. وكان ابن عباس صغيرا، وقد يكون متأخرا في الصفوف أو وهم في الشارع، فإذا سمعوا الذكر عرفوا أن الصلاة قد انتهت. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم من يتكلم والإمام يخطب، وهل تصح صلاته؟ خطبة الجمعة. نعم، إذا تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له، يعني ليس له ثواب. ليس معناه أنها لا تصح له صلاة الجمعة، لكن معناه أنه لا ثواب له في ذلك. الذي يتكلم يوم الجمعة كما في الحديث كالحمار يحمل أسفارا، معنى أنه تكلف ليس له أجر. والذي يقول له أنصت أيضا مثله، الذي يقول له أنصت ليست له جمعة، يعني ليس له شيء من الثواب، هذا محرم. الكلام والإمام يخطب محرم إلا لمن كلمه الإمام أو هو كلم الإمام لحاجة، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت بعد الفاتحة والسورة التي بعدها؟ يسكت بقدر ما يرجع إليه نفسه، أما أن يسكت سكوتا طويلا فهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يرجع إليه نفسه، وكان يسكت بعد قراءة السورة قبل الركوع حتى يرجع إليه نفسه. نعم. بعض الناس إذا دخلوا المسجد قرب وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وترك تحية المسجد، حكم هذا العمل؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، ما دامت الصلاة تقام فليس هناك صلاة غيرها، لا تحية مسجد ولا غيرها. نعم. شكر الله لك فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم.
وإياكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.